نعم، حي على الشعائر. ويكفينا كلام الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: أما تحب أن تكون ممن يسعد فاطمة؟ في هذه الرواية الشريفة الإمام قال هذه الكلمة بصورة مطلقة فيما يرتبط بسيد الشهداء. حذف المتعلق يفيد العموم. حي على الشعائر. شتى الصور بشتى الطرق. الإنسان في هذه الأيام على الأقل، هذه العشرة الأولى من محرم على الأقل، يجعل الأمور الأخرى فقط بمقدار الضرورة يأخذها، بمقدار الحاجة يأخذها. بقية جهده بالمقدار الذي يتمكن كيفما يتمكن للشعائر بشتى أنواعها. حي على الشعائر. ثانيا عبارة زيارة عاشوراء: حرب لمن حارب الشعائر. مهما كلف مهما كلف فسوف لا يكلف مثل ما كلف أصحاب الإمام الحسين، مثل ما كلف أهل بيت الإمام الحسين وهم وقفوا. حرب، حرب لمن حارب الشعائر. هذه الكلمة سابقا قلتها وأنا مطمئن منها. أنتم وخدام الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام لا يطلبون في خدمتهم لسيد الشهداء جزاء ولا ثوابا، لعله في الأعمال الأخرى نطلب الثواب نطلب الجزاء، أما فيما يرتبط بسيد الشهداء حب. ولكن مع أنكم وخدام الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام لا يطلبون ثوابا ولا جزاء ولا شكورا، ولكن الثواب عظيم. الرواية الشريفة اقرأوها: من الذي يجزي خدام الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام؟ تلك أمه فاطمة الزهراء هي التي تجزي.